وتمنى الفيديو يكون عجبكم. الى عجبكم خلي معكم واحد لايك. اللي باقي ما هوش معنا بتابعونا دابا دابا وانتم باقي تابعوناو فعلي معكم دا الجرس وصلكم نوتيفيكاسيون كل مره على حساب الفيديو. هادشي اللي كاين بالفيديو نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. ايه الايام وشوف معايا مزيان دابا هاد المنظر تا 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 منظر رائع ياك. ايه الحياه اش كدايره كما عارفين الكونسيبت ديالنا في كل مره كنافونسيو ب 100000 ابوني كندير لكم هاد التحدي ديال 10000 كالوري. اليوم ان شاء الله غنديروا هاد الكونسيبت عاوتاني. اليوم غنديروا واحد التجربه اللي هي غندخل الكوغ ديالي 10000 كالوري 10000 سعره حراريه في 24 ساعه في نهار واحد، مع العلم ان الانسان الطبيعي كيحتاج ما بين 2500 حتى 3000 كالوري. حنا غندخلوا 10000 كالوري في نهار واحد. حلبوا على الصداع. الكوغ ديالي كيتشكم مني تيقول لي ياسي شاد الشيء هذا واش حنا 10000 كالوري الله وقف عند حدك. هذا الكونسيبت قليل فيك نجح فيه، ولكن اليوم غنستخدموا واحد التقنيات وواحد التقوليبات. ركزوا معايا مزيان نقول لكم شنو هما. اول حاجه انا ما كاينش في المغرب، كاين في اوروبا، وبالتالي لي سوبر مارشي هنايا فيهم بزاف الاختيارات ومتنوعين بزاف. يعني فاش غنمشي غنتقدا غنلقى بزاف الاختيارات وغنقلب على شنو هما لي برودوي اللي فيهم بزاف لي كالوري. ثاني حاجه هي لي برودوي ديال صحاب لاصال تيكونوا فيهم بزاف لي كالوري، لي باغ بروتييني دوك المشروبات ديال الطاقه وداك التخربيق تيكونوا فيهم بزاف لي كالوري. فوالا هادشي اللي كاين، وهذا هو الكونسيبت ديال الفيديو. قبل ما نبداو خلي معكم واحد لايك وتابعونا في لاشين واكتبوا لك الاول. اه بلاتي قبل خصني نقول لكم بعدا شكرا بعدا بلاتي بلاتي. كتبت لكم واحد الشعر ما عرفت فين هو قلب عليه بلاتي. كنت عاقل حاطه هنا الورقه اللي فيها الشعر كنت خاشيها في شي بلاصه هنا وانا عاقل. اذا ما كانت هنا غتكون هنا. خاصكم تعرفوا بانه هذا الشعر كتبته لكم من قلبي صراحه، خدم مني شويه الوقت ولكن تستحق. وبغيت نقول لكم شكرا لانه في سيمانه وحده زدنا ب 8000 ابوني وصلنا ل 900000. فكتبت لكم هذا الشعر باش نقول لكم بانه هذا الشيء اللي كديروا فيه راه بزاف صراحه بزاف. المهم بسم الله. توقفوا توقفوا بركه بركة بركة وبركة بركة 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 الصباح جميل اليوم الاخوان، السماء صافيه والطيور تزقزق. غنلبس الجاكيط حيت بان لي كاين البرد في الزنقه. هذه مصيبه كعلى المعاناه في ايامات البرد. فاش كتلبس الجاكيط والتريكو التحتاني كيطلع ما كيبغيش ينزل كاع، كتبقى تقلب عليه هنا كتحاول تجبدو وهو كيهرب منك فهمت. كتبقى تقلب وكتجرب باق. ها المعاناه صافي شوف نتقدم. كونشس ايسو Diamond. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. And we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood. هاد الأخت اللي قدامي جاتني كتشبه لشي وحدة في هجوم العمالقة، شي شخصية ما عرفتش علاش وجهها ما خافيش عليا شايفه فشي بلاصه في هجوم العمالقه. هاد الايام هادي ولا البرد صافي ما بقاش الضحك ما بقاش اللعب، ما كاين غير 4 درجات 5 درجات وخاصني نرد البال حيت انا باقي ما مولفش على البرد بزاف وما تنقدش على البرد بزاف. Tell them to watch it. Nah, I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off. I'm sorry, but she kept it. Put that nani in a hole. I'm I'm back in that bag again. Oh, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. Wait a minute. What? في الحمص كنحش بيه، في العز كنحش بيهم كاع. الغبره هنايا والله حتى غندير. طيب ونشوف واش بصح الحياه مغربيه ولا. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you going? Hey, hey. Hey, back in that bag again. Now bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook. No, I ain't adding them. Positions I had her in. Get from the back.
ها هي التقضية كاملة. خدات لي الوقت ولا كنتقدا، حيت كل برودوي كنلقاه كنمشي كنهزو كنبقى نقرا شحال فيه من كالوري وكنحسب كالوري في كل 100 غرام، كندير الآلة الحاسبة وداك التخربيق باش قدرت نجمع احسن حال. المهم هنا كومير كومير غنصايبو دي ساندويتش في الغداء وفي العشاء وقيلة، ولا غير في الغداء ولا ما عرفتش. هنا عندي واحد الكلاص صراحة ما كنتش باغي نشريه ولكن بان لي رخيص. هاد الكلاص كامل بجوج اور يعني 20 درهم، حيت دابا ولا البرد ما قاد حتى ياخذ الكلاص. ولكن انا حيت ذكي زعما راه نقولو زعما غناخذ الكلاص وغنخسر عليه 20 اورو ديال الدواء. دابا كاين البرد يوغور يوغور عادي. هنا عندي هادو اللي ما عرفتش شنو هما، ابان لي فيهم ديكور زوين جبتهم. هاد اللعيبه ديال الشوكولات هادي راه فيها بزاف ديال الكالوري، باش تشوفوا معايا مزيان 432 كالوري في 100 غرام، يعني راه ما يمكنش. هنا عندي لي غوفر ها هما، هادو الفطور. هنا عندي هذا صراحه ما عرفتش شنو هو، المهم حقيقه ماروكين قال لك اسيدي. هذه غنصورها في شيرين انستغرام، ها هو انستغرام ديالي. غنصايب الحريره ديال المغرب كما يجب، وغنصايب هذه وغنجربوا بيناتهم ونقارنوا بيناتهم. هنا عندي الكباب، خديته باش غنصايب واحد الساندويتش ديال الكباب غيكون خيال. نعمروا الكاميرا كامله الشاه راه فيها متر هاد الكاميرا. بيستاج هنا عندي كاشيره ها هي طويله، نديرو تيه في الساندويتش. او ما تبقى بزاف ديال الفورماج، الفورماج ديال هولندا حيت فيه بزاف ديال الكالوري. هنا سيدي عندك 500 كالوري في 100 غرام، صافي 10000 كالوري ما نتفكوش معاها هذا النهار. هذا عندي 24 ساعه، واسهل طريقه باش تحرق لي كالوري ماشي هي تمشي لاصال، هي تقرا. وهادشي اللي غندير اليوم باش غنبغي نرتاح ما بين غوبا وغوبا، غنمشي غنقرا، والقرايه اكثر حاجه كتحرق لي كالوري. كتخليك عيان فيك الجوع فيك النعاس اكتئاب فكوش، حبسوا على القرايه صافي بارك. كنت باغي نقرا وحده الله يجعل شي بارك على القرايه، انا طلعت في قرايه في راسي نقول لكم من مد من بار هذا قص تقول لي وهذا هو الفطور اللي غادي نفطر به. دابا نحسبوا لي كالوري اللي كاينين في الفطور. اول حاجه نبداو بها لي غوفر، فيهم 255 كالوري في كل غوفر وحده، وهنا كاين ربعه، يعني شنو يعني انا حاسب نحاول نحسب راسي 255 في 4 1020 نشوف 1020 راه عندي مع الحسابات داك. بغيت نتواضع معكم، نزيدوا هاد الصوص ديال الشوكولا اللي درناه هنايا، نديروا سيدي فيها 100 كالوري 1120 كالوري. هنا ما بقيتش عاقل، نشوفوا الكلاص كامل فيه 3050 كالوري، انا تقريبا خديت الربع، تقريبا غتجينا 760 كالوري. هادو فينا هي جليفيو كل وحده فيها 125 كالوري، هنا عندنا جوج يعني 250 كالوري. هاد اللعيبات المدورين قال لك اسيدي 65 كالوري في كل وحده، وهنا كاين ربعه يعني 260 كالوري. هذا كل 100 مليلتر 90 كالوري، هنا كاين تقريبا 200 يعني 180 كالوري. المهم ما عرفتش شحال المجموع حيت تلف لي الحساب، الا كملت هادشي راه مزيان. وواحد القضيه ضروري نديرها واللي هي بلاتي واللي هي نتفرج في شي حاجه وانا كناكل، ما يمكنش ليا ناكل بلا ما نتفرج في شي حاجه، ما يمكنش. ما عرفتش كيفاش الناس كانوا عايشين في القرى الوسطى، ما كان لا تليفون لا تلفازه، كيفاش كانوا كياكلوا؟ وقال لك يتفرجوا في المصارعه، كي الناس كتضاربوا هما ضروري يتفرجوا في شي حاجه. هذيك حيتها انا حيت ديما معوضش بها. We stock it, if I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit done. Then she took that thing off and bring it around. بديت كنشبع. Some dope, sipping some gin. It's always been us, never was them. Back in my bag, they know it's a gem. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. كملت كلشي اخيرا، ضرني راسي هنا قوليه جوج لي كوفر. لا درنا واحد الحساب ذهني لداكشي اللي سميتو، غيبقى المجموع ديال الفطور هو هذا، حيت المجموع تلف ليا فهمتي. تخيلوا معايا الاحتياجات ديال الكوفر ديالي في 24 ساعه هي 2500 كالوري، انا عطيته غير في الفطور 3000 كالوري، باغي يفهم والو مسكين فهمتي، غيشد راسو غايقول شنو هادشي اللي واقع. واحد القضيه ما عرفتش واش لاحظتوها ولا ما لاحظتوهاش في هذا الفيديو وفي الفيديو الاخيره، الكاليتي ديال الصوت ولات احسن من الفيديوهات اللي قبل. علاش؟ حيت بكل بساطه الميكرو اللي عندي تقريبا دابا عام باش شريته، وهذا الميكرو فيه باتري، وهذا الباتري خاصو يتشارجا منطقيا، ولكن انا مشات ليا بن بالي ونسيت، وبقيت خدام به مده طويله
الا بلا عمرني نشارجي. هو في واحد البوله وداك البوله فاش يكون الباتري مشارجي كتكون خضره، وفاش الباتري تبقى غادي وكيخوى هذاك اللون كيبقى حتى هو غادي وكيتغير حتى كيولي احمر. وهاد الايام اللون ولا عندي في شكل غريب بزاف ولا معاه الصوت عيان، وعاد لاحظتها وعاد نتشارجيت الميكرو لاول مره من بعد عام ما تشارجش. ما عرفتش كيفاش مشات ليا من بالي وعاد الباتري اللي فيه كيديش شارج بزاف، فهادشي علاش نسيت كاع بقيت خدام به. ما مولفش بهادشي ديال الناس ديال هي فهمتي شي ديال الهاي. دابا غادي نمشيو غنتقداو وميم طو غنتحركوا واحد شويه باش نحرق لك وميم طو غنتحرك واحد شويه باش نحرق لك كالوري. فوالا دابا غنمشي واحد المدينه قريبه ليا باش نتقدى هادشي اللي خاصني. نورمالمون هاد اللعيبات اللي خاصني ديال البروتين راه كله كاين حدايا، ولكن واحد اللعيبه اساسيه بغيت نشريها لقيتها كدير ب 3 اورو غاليه، فلهذا غنمشي للمدينه اللي قريبه ليا وغنشري منها هاد اللعيبه اللي كدير تما غير 2.5 اورو يعني رخيصه، وغناخذ الترام ب 9 اورو باش غادي نمشي نجيبها من ديك المدينه. يلا I've been mortified, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my n***s die. Knock you off a base with a bat when them n***s fly. حباز عليا سينيماتيك مزيانه ولكن الاغنيه ما عجبتنيش بزاف. غنمونطي بواحد الاغنيه لاصقه ليا في دماغي شي سيمانه هذه ولا كنعاود فيها كل مره فهمتي. تقدم ما تعجبش بزاف الناس ولكن كناكد لكم بانها واعره. اسمع اسمع بسم الله. الحارس الذي لا يهادن الشر اسمع اسمع بسم الله. كلمات من ذهب اجي نقلبوا على الكلمه ديال الاغنيه. الله يريكس واه تافي قسما بالله. اغنيه باتمان شرح الكلمات. الحارس الذي لا يهادن الشر. يهادن شنو هي يهادن؟ يلا هادو كلمات موجهين للدراري الصغار. الحارس الذي لا يهادن الشر. واه كلمه يهادن عمري سمعتها، اول مره غنسمعها. انا كتصحابني لا يهاب الشر فهمتي، ديما ملي كنت صغير كنت صحابه لا يهاب الشر هي لا يهادن الشر. سير من كفه انطلق مثل البارق بارق مر. واو 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 كلمات من ذهب. ضوء لنا اغاني شحال هذيك انا واعرين ندير الرسوم دابا حالين ولاو اغاني حامضين. فراسكم دراغون بول داروا لي اغنيه جديده والله سنوري عليكم. اسمع اسمع حبس عليا هاد البول. اسمع اسمع المعلم اسمع. اي الحدو في عمق الحضر صافي بارك عليك. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey. Where you going? Hey. دابا غادي نقادو الغدا ومشيت جبت واحد الكاميرا. ها هي. علاش؟ حيت الكاميرا اللي كنت عندي في الصباح كانت رقيقه واحد شويه، هذه اللي جبت عريضه، يعني ممكن نحلها ونعمرها بزاف ديال اللعيبات. فوالا غتحمل الضغط فهمتي. الاخرى ما كانش غتحمل الضغط، غنضغط عليها تريع، هذه غتحمل الضغط. وجبت مناضة اطار المقاطعه، جبت هذه المناضة هذه اللي يا ربي السلام وصافي باش ندوقوها. لا حول ولا قوة الا بالله، والله استغفر الله اعوذ بالله. راه شريت واحد المكونات ديال المقاطعة ما رديتش البال انهم كاينين في المقاطعة، واقيلا مارس ونيسلي ولا المرة الجاية نوري ما المرة الجاية. هنا عندي الدجاج، ها هو رقدتو البارحة مساء، ها هو رقدتو درت فيه التوابل التوابل وصافي راكم عارفين. وهذا الكباب ها هو كونجلي كباب بلاس. عندي لكم واحد السؤال، غا هو هذا السؤال فيه واحد التقريبه وكيطلب واحد التركيز فركتو معاه مزيان. علاش الناس الكبار اللي كبار فلاج ممنوع عليهم ياكلوا الكباب؟ يلا
ما عرفتوش حيت الكباب خاص بالشباب. رد ابوني والله ما دي زابون انا على الشيطان صاحبي والله ما دي زابون رد ابوني. ها هو الكباب. كاين واحد الريحه واعره وغنديروا هذه ديال الفورماج كامله. هذه راه فيها 500 كالوري بوحده. هذا ما فيهش بزاف يا لطيف فيه 190 كالوري. هنا الدجاج عندي 200 غرام. لي صوص غنستعمل بزاف ديال لي صوص وغنستعمل هذه هاي صوص ديال الكباب. علاش؟ لان الكباب خاص بالشباب. صافي نبدا ها المقله. غادي نبداو بالدجاج هو الاول. راك الدجاج راه معاه الهوت دوغ. اذا دابا غنديروا الدجاج. دابا نديرو الكباب. وهذا الشيء فيه واحد الريحه رائعه. ها الفرماج. شوف شوف هوي 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 هوي. درت هنا النص ديال الفرماج والنص الاخر غنديرو في الكاميرا فهمتوا. بسم الله نديرو الصوص ديال الساموراي جايه من الساموراي. صافي بركه مال الحموضه. بركه كيتشوب. بركه شي كثير لازم بالله. اويو شي مفرمج عاد كي غندي تنكمل هادشي وحتى الجوع ما فيهش بزاف. اهم حاجه البصله. الا ما كانش البصله في الساندويتش ما كاين لا ساندويتش لا والو. علاش البصله؟ علاش البصله؟ علاش يلا؟ حيت البصله صحيه وحنا كيهمنا الاكل الصحي فهمتي. وشوفوا معايا الشكل والفصاله ديال الساندويتش واعر بزاف. هاد البصله راه بصله زينه. نسمعوا النص بعدا. في الواقع راه فيا الجوع ولكن ماشي لديك الدرجه باش نكملهاش. المهم بسم الله. شي مزيان ولكن اول حاجه مالح ما عرفتش علاش ما عبرتش الملح مزيان مع لي صوص والفرماج تلف ليا العبار. ثاني حاجه زيت كثرت الزيت مشكله ولكن مزيان بنين غا هو فيه المالح ومزيت. هذا خبز فيه والو ما فيش دجاج كاع اخوان. واحد تقولي باش تقولبش هذه زيرو يعني زيرو كالوري ما فيها والو يعني غنشربها ما غاديش تحسب ليا كاع في لي كالوري كاع. هذا الجو والله ما تيكون ديما راه تيكون غير مره واليوم عندي الزهر الجو ناضي وكيبان لي يا سيدي لحد الساعة باقي الجو مزيان فنستغلو هاد الفرصة ونمشي نصور بالدرون ناخدو شي شوتس لعيباس باش نقادو السينيماتيك يكونو واعرين فهمتي. الخدمة ولات بروفيسيونيل الاخوان والله الا راه خصكم تشجعونا زعما على هاد الخدمة اللي هنا. الدرون ماشي بحال المغرب يعني ماشي انتيغدي من حقي نخدم بالدرون نطلعها. الا كانت فيها اقل من 250 غرام فنقدر ندوموندي اوتوريزاسيون غا اونلاين كيما درت انا اصلا خديتها اونلاين وهادي فيها 249 غرام. هنا كنفهموا بان اللي صنعها غالبا مغربي فهمت. القانون تيقول 250 هي فيها 249. اي غنوري لكم الاسم. اي 249 وهذا ولكن الا كانت شي زون غوج ما نطلعهاش في طبيعه الحال واخا تكون فيها غير 10 غرام. والمفارقه العجيبه فهمتي ان البلاصه اللي انا ساكن فيها كلها زون غوج والمشكله بان هاد البلاصه اللي انا ساكن فيها ما فيهاش شي حاجه سبيسيال فيها غير الديوره والناس ناعسين وصافي. علاش زون غوج؟ هنا كاين بزاف الاحتمالات. كاين احتمال تكون هنا شي قاعده عسكريه فهمتي كيقادو فيها داكشي العسكر ولا شي حاجه بحال هكا تحت الارض وحنا ما سوقناش حنا نطلعو الدرون فهمتي. ضروري من المغامرات. كوكب المغامرات احسن كوكب كيعجبني في سبيس. اخوان مشى ليا الريزو. ضروري من المغامرات. كوكب المغامرات احسن كوكب كيعجبني في سبيس. الريزو مشى جاب الله عندي الخاصية ديال الهوم بوينت كترجع منين طلعت فهمتي. دونك واخا يمشي ليا الريزو نعاود نرجعها منين طلعت. خاصني نغلط شوية الاخوان البرد كيلعب بيا كيلعب بيا البرد قسما بالله هذا كيلعب بيا والله كنبقى نمشي. خبر سعيد الدرون راه جات وكيبان ليا ما نعاودش نطلعها في هاد البلاصة حيت هادي ثالث مرة كيمشي ليا الريزو وكنردها بالهوم بوينت. اشكر اخر مره ان شاء الله. صافي الزون حمراء زون حمراء صافي كاش النقاش.
السلام عليكم. هنا عندي سيدي اللعيبات اللي تقديس هاد لي باغ ديال الشوكولاط وهادو هادو تيكون فيهم نورمالمون بزاف لي كالوري. علاش فيتهم؟ باش نهاكيو لي كالوري. المعده غندخل لها شويه الماكله وفيها بزاف لي كالوري. ما تفهم والو صراحه. انا بزاف عليا هادشي كان. ممكن ناخذ هادي مع لا بزاف ناخذ بعدا هادي هاي حيت بنينه وفيها بزاف لي كالوري. نقدر ناكل فيها 125 كالوري في حاله الحبه الصغيره. الماكله طلعت ليا في راسي خاصني نصوم واحد 3 ايام. الا تخيل معايا هادي فيها 357 كالوري. شو قداش شي صغير فيها 357 كالوري وباقي لي عشاء. العشاء غندير فيه لي با غايبه. امبوسيبل ناكل. وهذه فيها 355 كالوري. انا غناكل هذه حيت صغيره. واحد القضيه راه قريت راه جلست نقرا ومع ذلك ما جاني الجوع. يعني حتى القرايه وما جابش لي الجوع. هادو مزيانين صحاب لاصال تيكونوا صغيرين وفيهم بزاف لي كالوري والبروتين، لكن ما مزيانش لي انايا حيت انا ما فيه بيا. لا لا فيها التمر ثقيله. فيها التمر هاي فيها التمر واللوز. شحال قلنا في هذا؟ 90. غنحاول له حلقة واحدة. واه شحال ثقيلة. والمشكلة ما فيهاش السكر ولكن راه حلوة فيها التمر وهادشي الشيء كاع. المهم نكمل القراية ونتلاقاو في ونتلاقاو في العشاء. دابا غادي نقادو الوجبه الاخيره فهاد النهار. واخا كنحس براسي ما عرفتش كي غندير ليه. كنحس بالكوميره ديال الغداء واحلى ليا هنا. غنحاول نصايب شي حاجه اللي تكون قليله وفيها بزاف ديال الكالوري وبنينه باش ناكلها. هذا هو الخطه اللي عندي فهمتي. خطه ذكيه جدا. غندير لي بات وغندير معاه بزاف ديال العيبات. غندير معاه الهوت دوغ والطون والفرماج وغنكثر الفرماج. غندير تقريبا 400 غرام اللي فيها 1000 وشي حاجه كالوري. شناهي هادي؟ هذه هي اللي طيبت فيها في الفيديو اللي داز. الماكله اللي كطيب راسها براسها هي هاد البواطه هادي. صحابوني غير اللوحه حطيت فيها لي بات تبع الحال حتى حاجه ما غدا عندي. هنا عندي تقريبا 300 غرام ديال لي بات نمشيو نطيبوه. هنا عندي الفرماج غنستعمل جوج 1000 كالوري هنايا. وغنصايبو لي بات بالصوص طوماط وغندير معاه الهوت دوغ هاو طبعا الحال حلال. وغنزيد معاها كيتشوب كاشير. المهم نطلعوا لي كالوري مزيان في هذه الوجبه وصافي. هادشي اللي كاين. نبداو نقادو في هادشي. ليتس جو. دابا راه كلشي واجد. نديروه هنا. دابا غنديرو الفرماج. هادي اكبر كميه ديال الفرماج غناكل في حياتي دقه واحده تقريبا نص كيلو. باش غيجي مفرمج بزاف. وفاش نقولو فرماج بزاف اش كيعني هادشي؟ مذاق كثير. مذاق كثير حيت الفرماج هو واعر وهذا الفرماج بالضبط هو واعر. ها هو الزعتر. والزعتر الاخوان ما كنحكوش بيدينا بحال هكا لا نديرو بحال هكا وصافي. Oh, it's good.
وهكا غنكون وصلنا لافان ديال الفيديو. ما عرفتش صراحه واش نجحت في التحدي ولا لا. الحساب تلف ليا وكنشكروا سميتو الناس كلها شاركوا معنا على سميتو وكنشكروا كلشي كنشكر. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على السيبور ديالكم وشكرا لكم على كل كومونتير زوين وجيم درتوها وبارطاج درتوه وكذا. انت راه عندي مع الصواب راه ماشي ان شاء الله فاش غنوصلوا مليون ما بقاش بزاف ما بقى حتى شي حاجه بقى 100000 شوفوا غنوصلوا مليون غنديروا واحد الكونسيبت ناضي بزاف وغنديروا في واحد البلاد جديده. هاد البلاد هي ان شاء الله واحد البلاد كنت وعدتكم بها شحال هادي قلت لكم راه هي احسن البلاد عندي في اوروبا باقي لحد الان مشيتش ليها. فاش غنوصلوا المليون غنمشيو ليها وغنديروا فيها بزاف ديال المحتوى. بغيت نمشي ليها وندي معايا الكاميرا ولي زوبجيكتيف والدرون وداكشي ناضي باش نحط فيها احسن الفيديوهات اللي ممكن نحطهم. فوالا فلهذا ما تنساوش تابونا في لاشين وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش توصلوا للمليون في اسرع وقت. وهذا الشيء اللي كاين كنشكركم بزاف مجددا وكنجدد لكم الشكر والتعازي الحاره. نتلاقاو ان شاء الله السبت مع الجوج. ركزوا معايا مزيان السبت مع الجوج نتلاقاو. عاد الهضره تلفت لي الاحباس الصوتيه ديالي تهلكوا بقوه اللي كالوري. وهذا الشيء اللي كاين السبت مع الجوج ان شاء الله نتلاقاو تهلاو.